هل أقبلت الأندية على توفير التطعيم أو اللقاح لكل العاملين؟ سمعنا مجموعة أخبار يعني عن طريق وزارة الصحة بأن ابتداء من شهر 5 أو 6 ما راح يسمح لأي مرفق أن يكون فيه موظفين غير مطعمين، وهناك كذلك بعض المرافق ما حد راح يدخلها من الأشخاص غير المطعمين. احنا حاليا وصل احنا الاخبار اللي وصلت لنا نفس ما وصلت لك، واحنا الخطه اللي موجوده احنا عندنا حاليا احنا نمشي مع الجدول الزمني للتطعيمات لوزاره الصحه، وحاليا نشوف احنا اقبال على التطعيم. انا من الاشخاص اللي اخذت التطعيم لان اللي اشوفه حاليا هو السبيل الوحيد للعوده الى الحياه الطبيعيه مع كل هالاغلاقات وكل هالحظر التجول اللي قاعد يصير.